نرحب بالضيوف الكرام على راسي السيد عميد بلدية بن وليد في هذا الجمع الطيب، الجمع المبارك، وهذا جمع من أجل إعادة إعمار وإعادة البناء داخل بلدية بن وليد في كافة القطاعات، وعلى رأسهم قطاع الصحة بما يمثله هذا القطاع من خدمات مباشرة للمواطن. على بركة الله وبعد الانتهاء من صيانة هذا المرفق الصحي الهام، المرفق الصحي الذي يقدم في خدماته لعدد كبير من أهالي بلدية بن وليد مركز الصحي الزملة، وبعد الانتهاء من عملية الصيانة وعملية التجهيز نبدأ على بركة الله مراسم افتتاح هذا المركز بحضور السيد عميد بلدية بن وليد ومدير إدارة الخدمات وعدد من مدراء المكاتب داخل إدارة الخدمات الصحية. فنبدأ على بركة الله ونسأل الله أن تكون هذه فاتحة خير، وكل ما نطلبه من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية هو الالتزام بأعمالهم، خصوصا وأن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع داخل بلدية بن وليد، متمنين لهم التوفيق. بفضل الله تم اليوم افتتاح المركز الصحي الزملة. هذا المركز الذي حقيقة كان يعاني من فترة طويلة جدا ومن سنوات طويلة جدا من عدم الصيانة. كل الحجر أو العيادات داخل هذا المركز كانت متهالكة، ولكن الحمد لله تمت صيانة هذا المركز. هذا المركز طبعا يحوي على عدد سكاني كبير جدا ومن أهم المراكز داخل بلدية بن وليد. طبعا بالنسبة بخصوص الأجهزة متوفرة معظم الأجهزة، هناك نقص في بعض الأجهزة داخل هذا المركز، ولكن بوعود السيد وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد هيثم حتكون الأجهزة في القريب العاجل أو النواقص الأجهزة موجودة داخل هذا المركز وكل المراكز داخل بلدية بن وليد. بدأ اليوم العمل في هذا المركز، كل العناصر الطبية والطبية المساعدة موجودة. كما ذكرنا أن هذا المركز من أهم المراكز في قطاع الصحة وفي بلدية بن وليد، من أكبر المراكز داخل بلدية بن وليد. الحمد لله الآن تمت صيانته بالكامل. كل الشكر للشركة المنفذة، أيضا كل الشكر لوزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور محمد هيثم، والشكر لبلدية بن وليد وعلى رأس الأستاذ سالم نوير لوقوفهم للقطاع الصحي داخل بلدية بن وليد. طبعا نرجو من الله دوام الصحة لكل أهلنا داخل بلدية بن وليد وفي كل ليبيا.